ديال القرايه ما خلاوش هذا الشاب. ها هو جزائري شدوه في المغرب، شوف اش شدوه كيدير، شوف اش داروا ليه. كمل الفيديو. جزائري بوحدو وجايب السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اين انتم يا كراغيل؟ اشتقنا لكم، هيا بنا الى اقرب عود المونديال. سيروا عاودوا ديروا لنا شي فضيحه بحال ديال الكاميرا. هذا الكراغلة. اليوم الاخوان غادي نشوفوا الجزائر يشدوه المغاربه وسط المغرب، شوفوا اش داروا معاه. خليكم حتى الفيديو باش تشوفوا اش داروا. يلا جونا نشوفوا لي فيديو اللي صيفطوا لنا. اول فيديو قلت، يعني قلتها بالامس في قناه ما، قلت يعني لو كان الرسول عليه الصلاه والسلام حيا لهذا الزمن لا نزلت ايه قرانيه على الرسول تقول تدعو المسلمين والمسلمات الى استعمال المواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر و ف دابا يقولوا لي اش كتاكلوا ولا اش كتشربوا، قولوا لنا غير اش كيوكلوكم ولا اش كيشربوكم، ياك ما كيضربوكم شي باري. لا رأينا في القرآن الكريم يا أيها المسلمون والمسلمات استعملوا الفيسبوك والتويتر واليوتيوب وإلى غير ذلك، لأنه أصبحت ظاهرة. لا حول ولا قوة. ديما كنقول لكم الكراغلة، أنتم مزنزنين، أنتم مسطين، بعدوا من الدين، بعدوا من القرآن الكريم، بعدوا من الدين. والتصدية ديالكم ديروا التصدية في أي حاجة، بعدوا غير من الدين. إيجابية وظاهرة واقعية. قلت ودابا تشوفوا دابا هذا في الشارع، دخلنا عليك بالله، دابا تكون انت غادي للجزائر وتلقى مع هذا في الشارع، ماشي تحترمه، ماشي يبان لك راه واعي ومثقف وكذا. هي الكراغله اش كيدير دابا؟ تشوفوا تحترمه، تشوفوا تقول راه بعقله، تقول هذا في الجزائر هو اللي بعقله. سمع، عاود سمع. قلت يعني قلتها بالامس في قناه ما، قلت يعني لو كان الرسول عليه الصلاه والسلام حيا لهذا الزمن لا نزلت ايه قرانيه على الرسول تقول تدعو المسلمين والمسلمات الى استعمال المواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر و لا راينا في القران الكريم يا ايها المسلمون والمسلمات استعملوا الفيسبوك والتويتر واليوتيوب والى غير ذلك، لانه اصبحت ظاهره إيجابية وظاهرة واقعة. قلت يعني قلتها لا حول ولا قوة إلا بالله. علاش هذا البتهال؟ داكشي باش كندعي معكم بالشفاء. الله يشافيكم يا الكراغلة، الله يشافيكم، ديروا عقلكم، قولوا آمين، قولوا آمين أصاحبي الكوبا، صاحبي قولوا آمين. دوزوا لفيديو آخر قبل ما نكملوا. كلكم تهبطوا تكتبوا الصحراء المغربية في لي كومونتير، كتقصح الكراغلة ودرناها في واحد الفيديو شعلت فيهم العافية. كتبوا الصحراء المغربية في لي كومونتير، يلا نكملوا. دير بوست. متى نزلت دمعتك وبكيت؟ اسمعوا اش قال الودني الوطوة. متى نزلت دمعتك وبكيت بعيدا عن الكرة؟ بكيت كثير كثير، بكيت كثير، تاهوا في هذا الانجاز، بكيت كثير في البيت لما غادرت وفي المطار وفي الطيارة فاش مركع لكم اي كامبي وصلت حضري عادي، بكيت فيها كثير. لا 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 عادي بكيت فيها كثير. بنت المغربي اخي المغربي اختي المغربيه كيجيكم هذا الشيء عادي، هما راه العافيه، راه هذه الكاميرا ديال هذا الانسان المحترم كيشوفوا هكذا كيتفكروا الليله السوداء اللي حرمتهم من كاس العالم في بلد عربي، في بلد كان غادي يوفر لهم الاجواء الملائمه، وكانوا غادي يجيو يتفرجوا في سيادهم كيوصلوا للدومي فينال. انت سبع كيسبع. ندوز الفيديو اخر. تبون عمي، تبون انت يعني مكيدة في المغرب، رحت خرجت كامل الماتريال اللي عندك في الجيش، خرجتهم عشان قريحة، هادو دبابات وهادو شاحنات وهادو عساكر وهادو بارا، وتستعرض قاعد تستعرض في قواك امام العالم، يعني شوفوا الجزائر واش عندها والقوة الضاربة وكذا منا. معليش ما علينا، يعني امر كيما نقولوا هذا يعنيكم في الحكومة، يعنيكم لا يعني الشعب في حاجه، يعني هذه باش ناكد لك المعلومه هذه. لكن في المواقف تاع الجد تاع الصح، ما اللي احتجناكم صح، وخاوتنا راهم يموتوا وينقتلوا ويبيدونهم الاباده الجماعيه، وقتلوا الاطفال وقتلوا النساء وقتلوا الشيوخ، وحتى المستشفيات ما سلمتش من صواريخ العدو على لعنه الله عليهم. وين راكم؟
وين راهم العضلات والقوة الضاربة والاستعراض والدبابات هذو الحديد هذاك وين راح؟ والله مخلينه يصدي نص ميزانية تاع الدولة هذه، نص الميزانية تاع الأموال تاع الدولة تروح للجيش. علاه؟ أكثر من نصف الميزانية، قال الميزانية كتمشي للجيش والشعب كيقص كيموت بالجوع، قال الميزانية كتمشي للأسلحة وكيبقاو حتى كيتصدوا. دابا السلاح راه كيجيبوه حتى كيتصدى كيردوه للروس كيزيدوا عليه باش يعطيوهم الجديد عاود ما مسداش، ويخليو عاود يتصدى عاود يردوا عاود يزيدوا عليه ملاير باش يعطيوهم عاود الجديد، وغادي هكا. يعني الجيش هذا انا واش ندير به؟ سيد قطب رحمه الله عليه قال واحد الكلام، قال هذه الجيوش التي ترونها ليست للدفاع عن الاسلام والمسلمين، إنما هي لقتلكم ولن تطلق رصاصة واحدة عن اليهود. صدق سيد قطب. دوز الفيديو آخر. تبون. دوز الفيديو آخر. سيد بريزيدون نقصنا مصير وبهدلتنا بهدلت الشهداء بهدلتهم. الشهداء اللي نسموه هنا الإخوان فلوسه. دايرين الشهداء زعما الشهداء. شحال الشهداء خمسة؟ وقلت لنا مليون ونص مليون. جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة ديال الشهداء اللي عندكم، ولا كل واحد كيمثل مليون، ستة ديال المليون. البريزيدون نقصنا مصير وبهدلتنا بهدلت الشهداء بهدلتهم بهدلتنا، شري قهوة نخلص مليار، شري قهوة نخلص مليار. وراه كتسمع مليار عندو ما هي 100 درهم عندنا ولا بهدلتنا بهدلتنا، نحونا الزيروات هادو نحونا، خفتو وحشمتو واش كاين كتنحيهم نحي يسأل فرنسي من أصول جزائرية لماذا لا تبادر الحكومة الفرنسية إلى عرض مبادلة الأسرى الفرنسيين الإسرائيليين بجماجم الجزائريين الذين قطع رؤوسهم جيش الاحتلال الفرنسي الداعشي وفق التعبير الرائج باعتراف الإعلام الفرنسي الرسمي أثناء احتلاله الجزائر. الجزائريين كاع ما طلبوا بالجماجم، يطلبوا يبدلوهم الفلسطينيين مع الجماجم. الفلسطينيين دابا تقول لهم عطي رد الأسرى الفرنسيين لفرنسا باش تعطي الجماجم للجزائر، تقول لك كاع الجزائر ما طلبتش بهم الجزائر، وكتمشي تلحس الصباط لفرنسا تجي انا نعطي الأسرى باش تعطيني الجماجم، والاحفاد ديالهم ما طلبوش بهم، احفاد ديالهم الهم الشاغل ديالهم هو يسبوا المغرب، هي الجماجم ديال جدودهم كاينين في المتحف. خليونا ساكتين. وتنفيذه حملات الإبادة المنظمة على حد تعبير وسؤال حفيد شهيد جزائري كما أسلفنا. نحن في مخازن متحف الإنسان بالعاصمة. متحف الإنسان. متحف الإنسان الجزائري. العاصمة الفرنسية باريس، حيث تحفظ حوالي 18,000 جمجمة بشرية. 18,000 جمجمة. هذه جماجم تم العثور على أغلبها في بعثات التنقيب التي تمت خلال القرن 19. من بين آلاف هذه الجماجم 500 فقط تم التعرف على هويات أصحابها، من ضمنهم 36 قائدا من المقاومة الجزائرية قتلوا ثم قطعت رؤوسهم من قبل قوات الاستعمار الفرنسي في أواسط القرن التاسع. الطريقة صح باش قطعوا لهم الرؤوس والدوام، والله ما فيكم شي نفس الكرغلة، قسما بالله ما فيكم النفس، قسما بالله ما فيكم النفس، غادي كتلحسوا الصباط الفرنسا، قولوا الفرنسا ماناش مراركة، والله ما فيكم النفس، كون فيكم النفس كون هضرتوا على الجماجم ديال جدودكم. ياسين حاضر المغرب. نزل الفيديو اخر. ولاد ديال القراي ما خلاوش هاد الشاب. ها هو جزائري شدوه في المغرب، شوف اش شدوه كيدير، شوف اش داروا ليه. كمل الفيديو. جزائري بوحدو وجايبين ليه الماكله، جايبين ليه الحوايج. واش كتسنى ونقول لكم سلخوه؟ واش حنا ديال داك الشيء؟ حنا مربيين ومخلقين، المغاربه مربيين ومخلقين. شحال واحد تسيق في المقدمه قال راه غادي يكون دك دك. لا 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 عارفين هما صاحبي، قال راه ناقصين. خليت الميكرو غادي يكون الصوت شويه ناقص الاخواني. لعيبتي واش كتسنى الاخوان نقول لكم راس سلخوه ولا ضربوه ولا دك دكوه؟ المغاربة أرقى من ذلك، المغاربة أرقى من ذلك الإخوان.
انتم شوفوا انا وكما كتعرفوا البرد وكي يعني كيبات غا في الزنقه كيشي بعد هذا التضامن ديال ولادنا. نسمعوا واش قال هو. واخا عرفت غادي يقول علينا هضره زوينه ملي يمشي ليه المراركه المراركه. انت كما كتشوفي حتى انت راه ماشي بروميير فوا راهم يتعاملوا معايا وماشي بروميير فوا راه يتضامنوا معايا ماشي بروميير فوا راه يعطيوني راه فيما راح نجي عندهم انا ديما كيتضامنوا معايا. ودير عقلك وسير تخدم على راسك عاود ما تستغلوش التضامن المغاربه والتعاطف ديالو لو تخدم على راسك راه الخدمه موجوده غير نزل النفوسيات نزل هذا وخدم على راسك. ولا نتوما في الجزائر النعاس والماكله اه منحه البطاله صافي هذا الشيء باش رباو في الشباب ديالهم واحد العجز واحد الخمول واحد هذا من حد البيضه كيعطيو ليه 50 دولار اللي هي 500 درهم ايوا شرب الماء وكل الخبز دوز الماء بالخبز وعيش. وخلي غير يشوف الفيديو الاول مره شنو وقع لك اختي. انا وقع لي مشاكل مع الدوله الالجيريه ملي الا وقع لك مشاكل عاود تضامنوا معك. رحت المغرب لان كنت كنصايم يوتيوبر وهاد الموسيقى دي ضربنا التنقز وعاود كنصور من بعد شفر لي تيلي خارج على مدينه المحمديه ماشي في مدينه المحمديه من بعد المشكل رحت بقيت كنطلب نطلب منه يكون نطلب حاجه اي حاجه صغيره من نطلب منه ناكل خبز حليب اي حاجه. خصنا نردوا البال الاخوان هادو اللي كيهربوا من الجزائر عندهم مشاكل قضائيه راه داروا شي مشكل ولا ونحضيو معاهم باش ما يديرولناش مشاكل في بلادنا. ما كنقولش ما تعاطف معاهم والتعاون معاهم في نفس الوقت رد البال. المغرب هو الحل الوحيد والمغرب بالنسبه لي نحكي اخوت يعني راه ماشي غير انا اللي غنحكي هذه الحكايه. علاش هاجرتي للجزائر؟ الجزائر بطيئه بزاف. قلت والو هو اللي قالها بطيئه كنت مشاب بالمشيه ديال الحلازل ولا ديال السلعفات. المغرب ما كاين غير جري يعني هذاك الشيء اللي في الجزائر باسكو ما كاينش في المغرب. الموسيقى هي اللي ديرونجاتني انا غادي تحيد لنا يمكن من بعد ما بغيتيش ترجع للجزائر. انا وحنا راه دراري هادو ذوق راعي راه فيهم الكفايه. لا حول ولا قوه الا شو كيفاش كيعاملوا المغاربه وشوف حنا كيفاش كنعاملوا الجزائريين. راه لا حياه لمن تنادي. راه ما يمكنش صاحبي تقارن بين مغربي حر عارف ان هادوك جيراننا واخا مسطين دابا يديروا عقلهم يحاولوا معاهم يديروا عقلهم وبين جزائري ما كيحملش المغربي كيما بغاو يكون. لا حياة لمن تنادي. الإخوان وصلنا آخر هذا الفيديو تحياتي لكم ديما مغرب ولا عزاء للكراغيلة. السلام عليكم.